أستاذ أيمن، حضرتك كتبت مرة تويتاية بتقول فيها: الثورة التي لا تنجح في عزل أعدائها يعزلها أعداؤها. حضرتك بقى أبن أفصح أوضح. هذا الكلام قديم على فكرة، يعني هذا الكلام يعود إلى أبريل أو مايو 2011، لك أن تتخيل. شوف حضرتك، يعني دعنا نتفق بداية، ويمكن حتى إخواننا الأعزاء في داخل الإخوان المسلمين، يعني يسمعوا ذلك جيدا. وضع طبيعي، أي حركة أو أي ثورة شيء طبيعي للغاية أنها تقوم لتغيير أوضاع. هذه الأوضاع من الطبيعي أن هناك مستفيدين منه، من الطبيعي أن هؤلاء المستفيدون لا يرغبون في هذا التغيير. كل هذا أشياء طبيعية، يعني ليست استنتاجا مني، وضع طبيعي للغاية. إذن النظام الجديد، من الوضع الطبيعي أن يكون له أن النظام القديم يناصبه العداء، بس اكتشافا. أنا أسمع كل يوم من الآن: أصل كانت الدولة العميقة لديها مؤامرة على الرئيس. فين الاكتشاف؟ يعني ما هناك، من المفترض أن هناك ثورة قامت بالتأكيد لتغيير هيكل قائم. الوضع الطبيعي أن الهيكل القائم يناصب أو يتآمر على النظام الجديد، ما الغيب في ذلك؟ السؤال هو: كيف تعامل النظام الجديد مع هذه الحقيقة؟ دعنا نتفق على أن السلاح الأول لمواجهة العدو، يعرف ذلك الجميع، هو وحدة الجبهة الداخلية. عندما نتحدث عن أن هناك من يناصب التغيير في 25 يناير العداء، حتى يعني نكون غير منصفين إذا افترضنا أن ذلك فقط يعود إلى تركيبة نظام قديم، وإنما مصر دولة ليست بسيطة، ومن الطبيعي أن هناك الكثيرون الذين لم يكونوا يرغبوا في أن تأخذ مصر مكانها، أو أن تسير على طريق يجعل منها دولة كما تستحق. طيب، لكن أعود وأقول أن الأسلوب، أن الألف باء السياسة تقول أنك لا تستطيع أن تواجه تآمرا عليك إلا بوحدة الجبهة الداخلية. أكرر، وحدة الجبهة الداخلية. إذا خسرت هذه الوحدة لن تستطيع أن تنتصر في المعركة. هذه مسألة بمنتهى البساطة. القائد الذي يخسر جنوده لن يكسب المعركة، والذي يتصور أنه، أو الذي يختار أن يكون وحده، سيكون له في النهاية مختار. ببساطة هذا عدل الله. أنت اخترت أن تسير وحدك، ستكون وحدك، ستكون وحدك، من الطبيعي أنك لن تنتصر في هذا على أي حال. بس الرسالة عشان تكون واضحة، دلوقتي حضرتك أو سين من الناس وصل للسلطة بتحالف، ما تحالف ثوري كان معاه ناس اشتراكيين وناس يساريين وناس نصريين وناس ليبراليين، كل دول قالوا احنا، انت الرئيس يلا شغل البلد بقى، انت بتمشي الناس دي واحد واحد بقرارات ولا اخره، فبقيت نفسك واقف لوحدك. شوف حضرتك، هي طبعا تتجاوز هذا كمان. القصه مش قصه انك انت مشيت الناس، لا، هي اكثر من هذا بكتير جدا جدا. مره اخرى، الذين نزلوا الى الشارع في 25 يناير كانوا يرفعون شعارين: الشعب يريد اسقاط النظام، والشعار الاخر: عيش، حريه، عداله اجتماعيه. لم يكونوا، واكرر، لم نرى لافته واحده في الميدان في خلال ال 18 يوم تتحدث عن اشياء اخرى، عن معارك جانبيه يعني تم استحداثها بعد ذلك ترتبط بهويه البلد او ما الى ذلك. كل ذلك معارك جانبيه اخذت الناس، او بمعنى ادق جعلت الجميع يستشعر أن ليس هذا ما نزلوا الشارع من أجله، ليس هذا ما تظاهروا من أجله، ليس هذا ما فقدوا من أجله ألفا من الضحايا في حينه. كانوا بيطلبوا أشياء أخرى. طيب، نيجي بقى نشوف إسقاط النظام. الشعب يريد إسقاط النظام أو تغيير النظام.
ما معنى ذلك؟ كلمة النظام لا تعني على الإطلاق رئيس الجمهورية، هذا كلام فارغ، ولا تعني حتى رئيس الجمهورية والوزراء والحكومة، كل هذا كلام. الثورات لا تكون هكذا ببساطة، يحدث في العالم كله انتخابات وتتغير الحكومة، هذه ليست ثورة، هذه انتخابات. البعض أيضا ركبه في يعني احنا بس هنعود إلى ماذا جرى في 25 يناير وتعرفها، هل لم ينظر إليها للأسف ذوي الشأن، لم يتعاملوا معها على هذا الأساس، بس هذه قصة أخرى. نعود إلى سؤالك عشان مش عايز أخرج عنه. سؤالك أنه لابد من عزل أعداء النظام زي ما يعني حضرتك تفضلت، وده اللي احنا قلناه في أبريل أو مايو 2011. ما معنى ذلك؟ معنى ذلك ببساطة هو أنه كل التجارب، أنا تحدثت عن أوكرانيا، كل تجارب السنوات الماضية، العقود الماضية في العالم كله، أثبتت أنه لا يمكن على الإطلاق أن ينتقل أي مجتمع من نظام مستبد أو استعماري أي ما كان شكل الاستبداد إلى نظام عادل جديد، يعني دولة ديمقراطية حديثة، إلا بتحقيق 5 متطلبات اللي هي اسمها التي أسميت في النهاية العدالة الانتقالية. أخذنا في الاعتبار أنه المسمى للأسف فيه مشكلة، لأن كلمة العدالة الانتقالية تنسحب الناس في الوعي العام، يعني عشان اللغة الترجمة الناس بتعتقد أنها معناها محاكم، لأن كلمة العدالة مرتبطة بالمحاكم، لكن هي ليست هكذا، وكلمة العدالة أوسع من المحاكم بكثير. العدالة هي إحساس الناس بالعدالة، أن يشعر الناس بالعدالة. ببساطة لا يمكن أن يكون هناك مجتمع آمن إلا إذا شعر الناس بالعدالة. هذه المسألة ببساطة، حكمت فعدلت فأمنت فنمت يا عمر. هذه المسألة، أن يشعر الناس بالعدالة فيكون المجتمع آمن، ويستطيع الحاكم أن ينام تحت الشجرة كما فعل عمر بن الخطاب. إذن 5 متطلبات لابد منها لتحقيق هذا الانتقال. يعني إطلالة سريعة على هذه المتطلبات، تبدأ بإماطة اللثام عن الحقيقة. ما معنى ذلك؟ معنى ذلك أنه إيه اللي جرى بالضبط؟ ماذا جرى طوال كل السنوات الماضية؟ بالمناسبة عندما نقول إماطة اللثام عن الحقيقة، الهدف الرئيسي من هذا ليس التشهير بأحد، ولا حتى التشهير بجهاز، ولا التشهير بمؤسسة، وإنما لكي الهدف على حسب التجارب السابقة هو بناء وعي جمعي مستنكر لأفعال بعينها. يعني تعالى مثلا نضرب مثالا بأشياء كثيرة، بلاش مش هضرب مثال بالشرطة عشان بس مش كل شوية نضرب هذا المثال. تعالى مثلا عندما كان في الجاهلية الناس يأيدون بناتهم، هل كان هذا فعل مستنكر؟ لا، ده كان مرحب به جدا، مرحب به. إذن أنت تريد بناء وعي جمعي يستنكر فعل ما، هذا هو هذه المسألة. وبالتالي مثلا إذا كان التعذيب يحدث للحصول على الاعترافات من الناس، الذي يقوم بذلك لا يعتقد أو لا يعتبر أنه يفعل شيئا خطأ أصلا، ده بدوره واجبه، يعتقد أنه يقوم بدوره وواجبه. إذن الهدف الرئيسي من إماتة اللثام، يعني تعتبره ده غلط، هو أن ده غلط. مسألة ليست مسألة انتقام من أحد، وإنما بناء وعي جمعي مستنكر، يستنكر مثلا الاختفاء القسري للناس، يستنكر ما جرى مع سيد بلال، يستنكر ما جرى مع خالد سعيد. نعرف مثلا عندما يكون دستور 71 يتحدث عن أن الاتصالات الهاتفية مصانة، ثم يخرج أحد الوزراء في يوم من الأيام ونسمعه يقول اللي مش عايز يحصل له مشكلة ما يتكلمش في التليفون في يوم من الأيام. طيب، حد يسافر، هو ببساطة لا يعتقد أنه هو لا يظن أنه يفعل، أنه بيقول حاجة مستهجنة، بالعكس خالص، هو رجل في باله أنه يحافظ على أمن هذا البلد بهذه الطريقة. طيب، إذن يبقى دي مكشفة أو إماتة إماطة اللثام عن الحقيقة، عشان نعرف إيه اللي جاء بالضبط، إيه اللي جاء في هل حقيقة ما يقال مثلا أنه كان هناك أقبية في داخل الأجهزة الأمنية الناس تختفي فيها؟ هذا كلام لابد أن يعرفه الناس.
برضو مرة أخرى، ليس انتقاما من أحد وليس تشهيرا بأحد أو ولا بجهاز، وإنما لنتفق إنه والله إحنا عايزينها كده، خلاص نتفق على هكذا، أو إحنا لا إحنا هنعمل حاجة تانية، يبقى نتفق على الحاجة التانية. ده الجثة وعديها وخلاص بقى. يبقى ده الإيه يعني البدء الأول. الأول المفروض إنه موجود. تمام. تاني شيء المحاسبة. المحاسبة برضو بالمناسبة، لأن هناك الكثير يعني بي 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 بيقلق من هذا التعبير. شئنا أم أبينا؟ عندما قال الله عز وجل ولكم في القصاص حياة، والمقارنة ما بين كلمة القصاص اللي هو قد يعني الإعدام، حياة، يا أولي الألباب، يا أولي الألباب، لأنه هذا هذه هي الحياة، هي هذه هذا هو الواقع حقيقة. أن الناس لن ترتاح إلا إذا شعرت أن حقها قد عاد إليها. يعود إزاي بقى هذه تفاصيل؟ يعني هذه تفاصيل كثيرة. مثلا نعلم جميعا، أو على الأقل من ينتمي منا للجزء العزيز من الوطن في جنوب مصر، أن عندما يقر الجاني بفعلته ويحمل كفنه يعفى عنه، يعفى عنه، بس يرضى الناس. المفهوم في النهاية أن الناس ترضى، لأنه إذا لم ترضى الناس ستظل النار تحت الرماد، وإذا ظلت النار تحت الرماد مرشح في لحظة عنها ثم نعود لنجدها اشتعلت مرة أخرى. يعني أنا يعني بستعرض الأمور بعجالة. البند الثالث ما يسمى بجبر الضرر أو التعويض. وجبر الضرر كلمة حتى في لغتنا، يعني اجبر خطوه يا اخي. يعني من ظلم او انتهك حقه، وبالمناسبه كلمه الظلم هنا لابد ان احنا نحددها. الظلم هنا لا يعني فقط ان هو مثلا سجن بغير ذنب، هذا ظلم فادح، لكن ليس هذا فقط، وانما مثلا في يوم من الايام كان هناك طالب متفوق متخرج من السياسه والاقتصاد، الكليه التي تدرس فيها، و كان يعني حصل على ترتيب متقدم في دفعته، وكان حتى بيدرس او بيعلم غيره، ثم تقدم الامتحان الملحقين في الخارجيه ولم يقبل. لماذا؟ لان والده مزارع. هذا ظلم. عبد الحميد شت. عبد الحميد شت الله يرحمه. الذي لا يعرف ان سلوكا مثل هذا، وهو تكرر بالمناسبه مؤخرا في مساله النيابه، يعني قبل اسابيع، أنا الذي لا يدرك أن سلوكا مثل هذا من شأنه أن يفعل في المجتمع ما يفعله ويضع كثيرا من النار تحت الرماد، عليه أن ينتبه وعليه أن يراجع نفسه. إذن عندما نتحدث عن التعويض وجبر الضرر، فهي مساحة تتسع لكثير جدا من المظالم، وهناك مظالم مش بس جنائية وأمنية، ده ممكن مجتمعية وهناك واقتصادية. مظالم مجتمعية، وهناك مظالم اقتصادية، وهناك العديد جدا من المظالم التي ينبغي أن يكون هناك أسلوب ما لجبر الضرر والتعويض. تمام. والناس في مصر تحديدا بسطاء ويرضون بالقليل كما يقول، ولكن حسسوا أنك أخطأت في حقه وقول له معلش. لكن حتى إحنا مش عايزين نقول معلش، نحن نتكبر ونحن لا نريد أن نعترف بالخطأ، ونحن دي تعم الجميع. سخافة. يعني الإخوان لم يعترفوا بأنهم أخطأوا، وغيرهم أيضا لم يعترف بأنهم أخطأوا، والمؤسسة الأمنية لا تعترف بأخطائها. وبداية الإصلاح أن تعترف بأنك أخطأت. بالظبط. عشان نعرف نعيش مع بعض. إذا تعترف أنك أخطأت لن تصلح شيئا. تمام. يأتي بعد هذا الأهم والأصعب، الإصلاح المؤسسي. أو بمعنى أدق تبدو أنها الأصعب لكنها الأسهل. الإصلاح المؤسسي لو كنا قد يعني أخذنا به منذ البداية، احنا بقالنا 3 سنين، ما كنا وصلنا إلى ما وصلنا إليه الآن. بس برضو علشان ننتبه بس ما معنى الإصلاح المؤسسي، لأن برضو البعض بيقول لك إيه مثلا، ما احنا طلعنا في مظاهرات قلنا تطهير القضاء، ما احنا رحنا مجلس الشعب وعملنا قانون 4 مواد بيشيل القضاء اللي فوق سن كذا. أنا أقول لهم آسف، هذا ليس إصلاحا. هناك فارق بين إصلاح المؤسسات وبين تغيير ولاءات المؤسسات. هذا كلام في منتهى الأهمية. إصلاح المؤسسة
كل مؤسسة إصلاحها له معناه. إصلاح مؤسسة القضاء ليس له غير معنى واحد فقط، هو استقلال القضاء. ما معنى استقلال القضاء؟ يعني المستبد عندما يحكم يستخدم ثلاثة مؤسسات دائما كأدوات، كأذرع له: الأمن والإعلام والقضاء. وبالتالي إذا طالت فترة استبداد كما طالت لدينا يحدث يطول الفساد هذه المؤسسات بشكل من الأشكال. المهم أن تدرك ما معنى هذا الفساد ببساطة بالغة، هو كيف يستغل مؤسسة القضاء بأن يصنع من القوانين واللوائح ما يجعلها يعني قضى لي تخاضعة ضد خصومه. بالضبط كده، وحضرتك زي ما بتقول كده في الاول لما تيجي تعمل لي عمليه في اللوز ما تروح ما تطرش الحبال الصوتيه. بالضبط، يعني يجعلها لا تحكم بشكل مستقل. ازاي؟ باستخدام سيف المعز وذهبه. طيب المطلوب ان يكون القضاء، اصلاح القضاء يعني فقط ان يكون مستقلا. كيف يكون القضاء مستقل؟ ان يكون للسلطه التنفيذيه يد عليه. للاسف الشديد يعني في نقاشات طويلة مع الإخوة الذين حكموا مصر لمدة عام لم أستطع أن أوصل إليهم هذه المسألة على الإطلاق. إصلاح القضاء لا يعني أن يكون تابعا لك بوصفك حاكما عادلا على الإطلاق. إصلاح القضاء يعني أن يكون القضاء مستقلا. أنا أستغرب أن كان لدينا قانون لاستقلال القضاء عمل عليه المستشار الغياني والمستشار أحمد مكي ضمن من عملوا عليه، وهذا القانون قدم إلى مجلس الشعب المنحل، مجلس الشعب الإخوان، ولم يصدر. مثلا لو كان صدر مثل هذا القانون لكانت أمور كثيرة تغيرت. المؤسسة الأمنية، أنا لن أتحدث، أنا أعيد الأمور إلى يعني المتابعين، إلى الصديق أو الأخ الابن العزيز، إلى يعني اثنين من الذين أعتز بهما، إبراهيم الهضيبي له بوست على فيسبوك قبل يوم 28 يتحدث فيه تحديدا عن المؤسسة الأمنية وعن لماذا لم يصلح الإخوان المؤسسة الأمنية. وأيضا أعيدهم إلى الصديق حسام بهجت من المبادرة المصرية لحقوق الإنسان، وكان لديه مشروع قدم إلى السلطة الحاكمة في حينه ولم يجري العمل به. لأنه مرة أخرى العقيدة، هناك فارق بين أن تكون إرادتك السياسية هي الإصلاح. إصلاح المؤسسات يختلف عن تغيير ولاءاتها، هذا ما أقوله بوضوح. أنت تصلحها أم أنك تعمل على تغيير ولاءاتها؟ هناك فارق. حركنا تاني بعد إذنك. إصلاح أيوة، هناك فارق. نعم. إصلاح المؤسسات يعني أن تعمل على استقلالها وليس أن تعمل على تغيير ولاءاتها. إذا عملت على تغيير ولاءاتها أنت لم تصلح. استبداد باستبداد. ببساطة أنت بدلا من أنها كانت مثلا تعمل مع فلانا ستعمل مع فلان آخر. هذا ليس إصلاحا. الإصلاح هو أن تعمل على استقلالها. إصلاح القضاء أن يحكم القضاء بضميرهم دون أن ينتظروا هاتفا من جهاز أمني أو من سلطة حاكمة. للأسف الشديد لم يجري إصلاح لأي مؤسسة، لا إعلام ولا قضاء ولا أمن. طيب خمسة. الخامسة، إذا نجحنا في الأربعة، نجحنا في الأربعة تأتي وقت المصالحة. دعنا نتفق على أنه لا يمكن. ما هو مرة تانية حيقول هو إيه العدالة دي؟ العدالة التقليدية دي هي إيه؟ هي العدالة هي مجموعة من الإجراءات تحدث لكي يشعر الناس بالعدالة فيتصالحون ويمشي المجتمع بشكل سليم وآمن. هذه هي وصفة الانتقال الآمن، الانتقال الآمن والسلمي من مجتمع مستبد إلى مجتمع جديد. هذه الوصفة احنا للأسف الشديد. تعرف زي ما حضرتك بالكلام بتقول لنا ايه؟ بتقول لنا انت عيان، ده العلاج، انت ساب العلاج وبتعمل حاجة تانية. وعارف يقول لك ايه؟ طب احنا ما بننجحش ليه؟ يا عم ما هو ما احنا شباب مش بناخد دواء. هو ده الدواء اهو، ادي الخمس اجراءات. لا حل اخر. ده طريق اجباري. لا حل اخر، ده هذا طريق اجباري. طبعا للاسف الشديد الامور بتزداد صعوبه زي اي مرض. يعني المريض في بداياته تستطيع انك انت تدير خلاص سهله، لكن لما تتركه سنوات ثلاث تصبح الامور يعني الان مثلا تعددت المراحل الانتقاليه. ثلاثة. وتداخلت. وتفاقمت الامور واصبح لديك نظام سابق ونظام اسبق. اصبحت يعني الذين كانوا يتحدثون عن المصالحه في يوم من الايام كان السؤال هو المصالحه مع نظام مبارك.
الآن هناك الحديث عن المصالحة لم يعد مع نظام مبارك، وإنما الذين يتحدثون عن المصالحة الآن يتحدثون عن المصالحة مع نظام الإخوان المسلمين. في النهاية المصالحة عندما نقول تعبير المصالحة هي مفترض أنها مصالحة المجتمع، يعني مصالحة مع الجميع، يعني لكي بس يكون ذلك واضحا. المصالحة هي مصالحة مع الجميع، ولكن أيضا لكي يكون ذلك واضحا هناك فارق بين توصيف المواطن كمواطن. يعني مثلا تعال نتكلم على مبارك أو على نظام مبارك أو على الإخوان، هناك فارق بين فلانا المواطن أخي أو صديقي أو ابن عمي الذي هو منتم فكرا أو حتى تنظيما للإخوان المسلمين أو للحزب الوطني، وبين الحزب الوطني أو الإخوان المسلمين كتنظيم. لابد أن نفرق، المواطنون المصريون مواطنون مصريون، ولابد أن نتعامل معهم هكذا. نعم. عندما نأتي للحديث عن التنظيمات أو عن النظام، عن الشخصيات المعنوية أو الاعتبارية، بالضبط يختلف الأمر. يعني ربما يكون لنا مثلا ما ينبغي أن نأخذه من إجراءات حيال تنظيمات، لكن لا ينبغي أن ينسحب هذا الأفراد على الناس أو الأشخاص، لا ينبغي إلا بحكم قضائي بقى أو قضاء موضوع آخر. يعني هذا موضوع آخر، أنا أتحدث عن أنه شخص مثلا لمجرد أنه ينتمي للإخوان المسلمين، أو لمجرد أنه انتمى يوما ما للحزب الوطني، أو انتمى لأي شيء، لحزب الشيوعي، انتمى لأي شيء. هذه ليست القصة. القصة أنت تستطيع أن تتعامل مع تنظيم على أنه تنظيم، تستطيع أن تقول مثلا أنه، وطبعا الافراد يعملوا بالقانون، هذه قصه اخرى. يعني نحن نتحدث على عدم التقارير، نتحدث عن انه النظام او الثوره لا تنجح الا اذا تعاملت مع، اذا نجحت في عزل اعدائها. يحضرني في مايو 2011 كان هناك حوار مثل هذا الحوار، كان يجلس بامامي احد الاخوه المحامين في جماعه الاخوان المسلمين. انا كنت ايامها ادعو لتطبيق قانون الغدر الصادر عام 54، والذي حسب نصوصه هو ببساطة لا يعاقب أحدا لمجرد أنه كان ينتمي إلى العهد البائد، وإنما ببساطة، أو حتى لمجرد أنه تولى وظيفة وزير أو 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 غيره، وإنما يقول الآتي. يعني النص ربما يعني نستطيع أن نخرج بس قصدا للوقت، المعنى يقول الآتي، يقول أن كل من تولى منصبا وزاريا او نيابه برلمانيه او كذا او كذا او كذا، مش يطبق عليه القانون كده مباشره. لا، وانما وارتكب الشرط ده فعلا من الافعال الاتيه. ما هي الافعال الاتيه؟ واحد، زور الانتخابات او ساعد على تزويرها مثلا. اثنين، تاجر في ممتلكات الدولة من أراضي أو ما إلى هذا. يعني إفساد سياسي، إفساد اقتصادي، إفساد فكري، إفساد عدد، يعني أظن 13 أو 14 من هو غدر بالمجتمع، كان الفلسفة غدر بالمجتمع، غدر بالمجتمع، المجتمع اداله أمانة وهو لم يحترمها، غدر بأمانته. يعني هو المجتمع ائتمنه واعطاه منصبا، فهو غضب بهذا واستغل نفوذه مثلا لتربح او تكسب او ما. فانا كنت بطالب ان ده، انا كنت طالب بان هذا يطبق في حينه في مايو 2011. للاسف الشديد الاخ العزيز الذي كان امامي قال مباشره، برضه مره اخرى، الهواجس تحكمنا والثأرات القديمه تحكمنا. قال لي: اتريدون لنا ان نطبق قانونا اصدره عبد الناصر؟ سبحان الله يا اخي، احنا لدينا قوانين اصدرها الانجليز، قانون العقوبات صادر سنه 31 بالضبط. فيعني ما معنى هذا؟ القضيه ليس القضيه في النهايه قضيه نصوص. انا افهم انك تعترض على نص، انا موافق، ممكن نناقش المساله مع بعض، لكن انك لا تريد ان تطبق قانون، وهذا قانون استثنائي. كيف قانون استثنائي؟ القانون الاستثنائي تعريفا، وانت محامي، تعني انه قانون يصدر الان ليطبق على حالة معينة. هم فعلوا ذلك بالمناسبة عندما حاولوا إصدار قانون العزل في نهاية البرلمان لحالة بعينها، هو ده اسمه قانون استثنائي. لكن القوانين، هي قاعدة عامة مجردة، القوانين يعني بالضبط، هي قانون مش استثناء. قانون الغد الذي كنت أتحدث عنه كان قانونا من قوانين الدولة موجود من 60 سنة. عندما أدعو إلى تطبيقه الآن يبقى هو ليس قانون استثنائي، أنا أدعو لتطبيق قانون قائم. طيب انا هسالك سؤال دلوقتي. تفضل. احنا النهارده بعد المرحله الجديده ودخلنا في الدستور والى اخره،
هل لم تزل الفرصه سانحه وهو شيء جديد في تعديلات الدستور ان هو حط نص فيما يتعلق بالعداله الانتقاليه في وزاره اسمها العداله الانتقاليه، وانا صادفت هنا المستشار محمود فوزي وراجل اتكلم عن جهود لكن هي واضح انها حتى الان لم تؤتي ثمارها لاسباب مختلفه. هل شايف انه في امل ان احنا هي بالظبط يا اخوانا هو كانه استاذ امل بيقول لك ايه؟ بيقول لك حاجه من اتنين، يا حرب اهليه واحد ينتصر فيقود البلد يبقى الموضوع خلص، يا اما تعمل عداله انتقاليه عشان ما نفضلش بلاحق شايفينه في الجامعات والشوارع طول الليل والنهار. بالضبط. هل شايف بقى في امل في انها تبقى عداله انتقاليه؟ طبعا هناك امل، لانه بس الامل دايما مشروط بمجموعه من الاشتراطات. نعم. اولها ان يكون لدينا جميعا استعداد لان نبرأ من الهواجس ومن ثأرات الماضي. هذا بدايه. اثنين، ان نبرأ من الشخصنه، بمعنى القضية ليست على الإطلاق موسي سيسي، هذه الثنائية أو هذه الشخصنة لابد أن نبرأ منها، لا ليست هذه القضية على الإطلاق، هناك قضية، هناك بلد، هناك وطن، مصر. صح. في النهاية في مصر بقى في نهاية المطاف أنت بدأت حلقتك اليوم بالإشارة إلى راحلين. كلنا في النهاية كأشخاص سنرحل. صح. محمد موسي سيرحل، وفتح سيسي سيرحل، وأيمن السادات سيرحل، ومعتز فتح، كلنا سنترك هذه الأرض ولكن ستبقى هذه البلد. إذن ينبغي أن نفكر بهذه الطريقة، القضية ليست قضية شخصنا. رقم ثلاثة، أن الثنائية لابد أن ننتبه أن الأمر ليس هكذا، لسنا لا ينبغي أن نحصى بين المطاقة والسندان. المسألة ليست أن علينا أن نختار إما نظام الإخوان المسلمين كما كان عليه أو نظام مبارك أمني مستبد يحاول البعض أن يعيده مرة أخرى. هناك من يحاول أن يعيده بنفس آليته ولن يحدث، لأن مرة أخرى هو سيفترض أنه عاد لكنه لن يحدث. انظر إلى أوكرانيا، لن يحدث. وإنما سنعود إلى أوكرانيا، ده مهم جدا ببساطة جدا، ستكون هناك مزيد من الدماء فقط لا غير، لكن لن يحدث. التاريخ لا يعود إلى الوراء، ولسنا مضطرين إلى الاختيار بين هذا أو ذاك على الإطلاق. ينبغي، المشكلة أنه الإخوان المسلمين يعمدون دائما إلى تصوير مسألة على أنه إذا لم يكن نحن فهو نظام مبارك، هذا غير صحيح. وأيضا الآخرون الناحية الثانية يحاولون تصوير الأمر على أنه كالآتي، إذا لم يكن الدولة المستبدة أمنيا هيبقى الإخوان المسلمين، أيضا لا، مش صحيح على الإطلاق، لأنه العالم كله مش بالضرورة فيه الإخوان المسلمين أو فيه دولة مستبدة أمنيا، لا، هناك طريق آخر، هناك ما تستحق مصر بمعنى حقيقي. هذه هي الشروط، إذا أدركنا هذه الشروط نستطيع أن نسي في هذا. هناك بس مسألة إجرائية، تفضل. المادة اللي في الدستور أنا كنت أتمنى أن تكون أكثر يعني قطعا وأكثر وضوحا، لأنه أكثر وضوحا لأنه للأسف الشديد كل برضو مرة تانية السياقات، مبادئ أو اشتراطات العدالة الانتقالية إحنا تجاوزنا الوقت، احنا بقينا مفترض انها تحصل قبل الدستور اصلا، لكن بعد بيحصل بعد بيبقى في دستور بقى هناك مشكله. فكان لابد ان ياتي سندا دستوريا قويا يجعل الاجراءات التي ستتخذ بعد ذلك من قبل المفوضيه مثلا، كان هناك مفوضيه، لا تصطدم بمعوقات دستوريه من قبيل مثلا انه الـ 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 الاحكام القديمه لا يمكن اعاده النظر فيها وما الى هذا. كان لابد ان تكون لها حصانة دستور. أشكرك شكرا جزيلا استاذ ايمن، كلامك في منتهى الاهميه، وانا الحقيقه بقول واحده من اهم الحلقات، وانا بقولها بكل وضوح للاصدقاء في مركز معلومات مجلس الوزراء وفي الاجهزه المخابراتيه، حضراتكم فرغوا الحلقه ديت ادوها للسيد رئيس الوزراء، السيد رئيس الجمهوريه، لقاء مع الاستاذ ايمن، شفنا وزاره العداله الانتقاليه تهتم بمثل هذا النوع من النقاشات، لان هو انت امامك طريق من اثنين، يا اما حرب اهليه او احتراب اهلي، مش عايز اقول حرب اهليه يعني ونفضل نحركهم شفتوه بتشوفوه في الشوارع وفي الجامعات وفي الكلام ده يفضل معانا فتره طويله، او انك تطبق حاجه منضبطه ومجربه في العديد من دول العالم اسمها العداله الانتقاليه بشروطها واجراءاتها المختلفه. اشكرك شكرا جزيلا. ربنا يخليك. ربنا يبارك. هذا ما امكن اراده وتيسر اعداده وقدر الله لنا قوله، واشوف حضراتكم على خير يوم السبت القادم في 10:30 مساء ان شاء الله. صباح الخير.